السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جهونا كريم في كل مكان من هنا وسط هذه الأجواء الجميلة من خميس مشيط وبالتحديد من سكي لاين. نقدم لكم فعاليات عالم مجد، خلوكم ويانا حنغطي لكم في برنامج هنا مجد، ترقبونا. ايش رايك في هذه الفعاليه الجميله؟ الفعاليه جدا جميله، واللي يزيد جمال وجمال ان انتم مرحب فيكم في منطقه العسير. الله يعطيك العافيه وسعه مباركه شوفتك. الله يسعدك ويرفعون قدركم، وان شاء الله اجركم مكتوب على الله على الاشياء اللي تسووها لنا من فرحه من اللي تفرحونا باذن الله. يعطيك العافيه وشكرا لك يا حبيبي. الله يعطيك العافيه. ايش اسمك يا شطوره؟ اسمي امنه خريزي. اي امنه، ما شاء الله اسمك جميل. وانت ايش اسمك؟ ايش؟ غسيل خريزي. ايش؟ غسيل خريزي. غسيل خريزي. ما شاء الله تبارك الله، رسيل وامنه ما شاء الله. مين فيكم الكبيره؟ انا. انت ما شاء الله مبسوطه ان انت كبيره يعني. ايوه. طيب ما شاء الله، ايش رايكم في هذه الفعاليه الجميله؟ اقسم بالله انها حلوه ما شاء الله تبارك الله. حلوه وفيها فعاليات جميله ويعني تنفع. وايش رايك انت كمان؟ حلوه. جميله ولا بس حلوه؟ جميله. طيب لو اي احد جاء سالكم هل اجي هذه الفعاليه حقت سكاي لاين اللي مسوينها وعالم مجد ولا ما اجي، ايش تقولي؟ اقول له ايوه تعال يعني. ما تقولي يعني تعال حتنبسط؟ ايه. وانت كمان ايش حتقولي له؟ اقول له تعال هنا. ما شاء الله. طيب احنا نقول لكم شكرا والله يعطيكم العافيه وانتم نورتونا. وانت كمان. الله يسعدكم يا رب. شكرا. وانت كمان. مستكملين ايضا معكم جمهورنا الكريم تغطيتنا في هنا مجد، هنا في ارض سكاي لاين في عالم مجد. حياك الله حبيبي. ايش اسمك؟ عبد القادر. عبد القادر. ايش رايك في هذه الفعاليه؟ انبسطت اليوم؟ ايوه. مره ولا شويه؟ مره. طيب لو اي احد من اصحابك قال لك انا باجي هذه الفعاليه تقول له تعال ولا ما تقول له تعال؟ تعال. يعني انت ايش اكثر شيء عجبك اليوم؟ شوف ما شاء الله في اكل وفي العاب وفي مسرح، ايش اللي عجبك؟ كل شيء. كل شيء متاكد؟ ايوه. يعني ما في ولا شيء ها؟ ما في. ما شاء الله عليك، شكرا يا عبد القادر. عفوا. عفوا حبيبي، يعطيك العافيه. مستكملين معكم جمهورنا الكريم في هذه التغطية الجميلة، معنا ما شاء الله تبارك هذه الأمورتين الجميلات. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش اسمك؟ جنان. جنان. وانت؟ كيان. كيان. انا كاني اعرفكم ولا كاني ما اعرفكم؟ الله اعلم. اعرفكم؟ انت مين ابوك؟ بندر. بندر مين؟ غرير. بندر الغرير، ما شاء الله تبارك الله. طيب الان ما شاء الله هم عندهم مشاركة، لكن قبل المشاركة انا ودي اسالهم سؤال، ايش رايكم في الفعالية اليوم؟ مرة حلوة وكل مكان تزيد احلى واحلى. ما شاء الله. طب ايش رايك في الفعالية اليوم؟ حلوة مرة. يعني مرة انبسطتي؟ مرة. طب ايش رايك واحنا نقدم المسابقات في المسرح؟ ايش؟ ايش رايك واحنا كنا نقدم المسابقات في المسرح اليوم؟ حلوة. ايش رايك؟ مرة حلوة. لا 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 لا. عدنا من مدرسة الآن والكل فسول تعبان يرغب أن يذهب للنوم ويغط في دنيا الأحلام. لا 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 لا. هل صليت جنان الظهر؟ مهلا أنا لا أذكر. حسنا هيا صلي الآن. لكن برنامجي قد حان. أصبحك الهادي وهداك فصلاتك نور وضياء فصلاتك نور وضياء. لا 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 لا. أخطأت يا أختي الحلوة بالسرعة أيضا والعجلة بصلاتك تزمين أجورا لا تسرع فيها بل مهلة. لا تسرع فيها بل مهلة. شكرا لك يا أختي كيان أخذتك قد زمت الآن سأصلي بخشوع دوما كلماتك زادت بحنان. لا ننسى أوقات صلاتي وبها كم تزداد حياتي وأصلي كل صلوات بالضبط بعلى الأوقات فصلتنا نور وضياء للقلب سكينة وصفاء لنصليها في الأوقات نحيا بسرور و
وهنا، نحيا بسرور وهنا. الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا اول شيء انتم ما شاء الله من فين حفظتوا هذه؟ من تغاريد. من ما شاء الله، يعني انتم تتابعوا تغاريد ما شاء الله. طيب انت عندي ايش الكلمه اللي تبي تقوليها قناه المجد؟ كلنا. يلا قولي انت اول بعدين باخذ كلنا. هي مع بعض مع بعض. يلا تفضل. ها قناة المجد، وشكرا لعبد القاسم واستاذ مجدي، ونشكر نجوم المجد. شكرا الله يعطيكم العافية، واحنا مرة انبسطنا بشوفتكم، وان شاء الله نلقاكم في اماكن ثانية. تمام، يعطيكم العافية. شكرا شكرا شكرا، ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج. يا وطن يا بعد كل الاوطان، تكمل حشا بدرو غلا ما يلحق عليك صاد. يا وطن يا بعد كل الأوطان، تكمل حشا بدرو غلا ما يلحق عليك صاد. هذه السعودية فخر على مدى الأزمان، عظيمة وشامخة ولا نبي برهم، عظيمة وشامخة ولا نبي برهم. أيضا جمهورنا الكريم مستكملين معكم هذه اللقاءات في فعالية سكاي لاين أو سكاي لاين في عالم مج هنا في أبها البهية لبرنامج هنا مج. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ والله الحمد لله. ابتسامتك جميلة يا أخي. الله يسعدك. الله يبارك فيك. عرفنا عنك. عبد الله مبارك. نعم والله يا شيخ عبد الله. إيش رأيك في هذه الفعالية؟ جدا رائع، ويعني كمجد يعني نستضيف هذا الشيء مرة رهيب. الله 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 الله، والله كلام كبير يا جماعة الخير، ما شاء الله عليك. طيب هل انت من زمان كنت حاب ان المجد تجي هنا الابها؟ جدا، انا ساكن في جده واتمنى يجون في جده والله. ونعم ونعم، دام قال جده هذه هذا شيء يخصني يعني. لازم يجون في جده والله. باذن الله باذن الله نجي ان شاء الله جده، ونروح القصيم، ونروح كل مناطق المملكه باذن الله. طيب في ختام اللقاء ايش حاب تقول لسكاي لاين ان هم مسوين الفعاليات وعالم مجد وقناه المجد؟ مرة هذا سكي لاين جدا، مطاعم والعاب ومنطقة كبيرة، كل شيء رهيب، والمجد عاد ما يحتاج نتكلم عنه ما شاء الله. شكرا والله يعطيك العافية، وإن شاء الله دائما المجد يكون عند حسن ظنك بإذن الله. الله يعطيك العافية. شكرا. وياك. مستكملين معكم جمهورنا الكريم مع هذه الأمور الشطورة اللي ما شاء الله تبارك الله راسمة رسومات جميلة. كيف حالك يا شطورة؟ ميلا. طيبة؟ إيش اسمك؟ ميلا. ميلا ما شاء الله تبارك الله. انت مبسوطه فرحانه؟ طيب ايش رايك في المكان؟ المكان حلو. طب انا بسالك سؤال، مين اللي سوى لك كذا في وجهك؟ مين رسم لك هذه الرسمه الحلوه؟ هذاك حق الرسم هو اللي سوى لك كذا؟ ما شاء الله. انت ايش مسوي يا رسمه؟ بسه. هذه بسه ولا ارنوب؟ بسه. ما شاء الله تبارك الله. يلا قولي لهم مع السلامه. سلامة. طبعا جمهور الكريم نكمل تغطيتنا من هذه العربة الجميلة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شطورة؟ بخير. ايش اسمك؟ ميلا. ميلا ما شاء الله تبارك الله. ايش رايك في الفعالية؟ والله جميل. مرة مبسوطة؟ مرة. طب هذه من متى انت راكبة في هذه العربة؟ والله عاد اليوم. يعني انت تاخذ لفة؟ ايوه. اي ما شاء الله تبارك الله. يعني لو اي احد جاء قال لك انا بجي الفعالية تنصحي يجي ولا بتقول لا تجي؟ تجي. حينبسط صح؟ إيه عادي. ما شاء الله تبارك الله. يعني يا جماعة الخير شوفوا هذه العربة، خلينا ناخذ الشطورة الحلوة هذه. كيف حالك؟ بخير. طيبة؟ إيه. إيش اسمك؟ جيلان. ما شاء الله. إيش رأيك في هذه العربة؟ كويسة؟ إيوه. حلوة؟ إيوه. أنت مبسوطة اليوم؟ إيوه. مرة مرة عاجبك المكان؟ إيوه. ما شاء الله تبارك الله. تعال 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 معايا، تعال تعال معايا، تعال معايا ما شاء الله تبارك الله. تعال 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 يا عبد الرحمن. كيف حالك يا شطورة؟ خير. طيبة؟ ايش اسمك؟ غينة. غينة ما شاء الله يا غينة، انت مبسوطة؟ ايوه. مرة مبسوطة اليوم مرة ولا شوية؟ شوية. الله شوية. الله يحفظك يا رب. تعال يا عبد الرحمن نكمل. تعال 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 يا عبد الرحمن ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ طيبة. ايش اخبارك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ رفال. رفال ما شاء الله يا رفال. ايش رايك في الفعالية اليوم؟ حلوة مرة. انبسطتوا يعني؟ ايه ما شاء الله. يعني لو اي احد من اقاربي قال لك انا بجي هنا الفعالية تقول له تعال؟ ايه تنصحيه يعني؟ ما شاء الله. طب ايش اكثر شيء عجبك؟ المسرح. المسرح عجبك ولا الالعاب ولا 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 المطاعم اللي موجوده؟ الالعاب. الالعاب. طب المسرح؟
عجبك المسرح؟ يعني مبسوط انه قناه المجد موجوده؟ مستكملين معكم جمهورنا الكريم في هذه التغطيه الجميله. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ محمود. محمود، ايش رايك يا محمود في الفعاليه اليوم؟ حلوه مره. انبسط؟ ايوه. انا شايفك ما شاء الله كنت هنا في المسرح وقاعد تسوي كذا بيدك، يعني مره انبسطت اليوم. ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش حاب تقول في هذه الفعاليه؟ حاب تقول لهم شكرا ولا ايش تقول؟ شكرا لسكي لاين. ايوه ما شاء الله عليك. طيب ايش اكثر شيء عجبك اليوم؟ ايش اكثر شيء عجبك؟ المسرح والالعاب ولا المطاعم ولا الملاهي؟ المسرح. المسرح، يعني انت مبسوط انه قناه المجد اليوم كانت موجوده صح؟ صح. ما شاء الله تبارك الله. طيب شكرا يا حبيبي، الله يعطيك العافيه. شكرا. طيب يا جماعة الخير، ما شاء الله تبارك الله معنا هذه العائلة الجميلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيبة. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. طيب كيف حالك؟ طيبة. طيب ايش اسمك؟ ملاك. ملاك ما شاء الله تبارك الله. لعبت معكم. انت ايش اسمك؟ مصيبيح. مصيبيح. وانت؟ نورة. نورة ما شاء الله تبارك الله. وفرفر، فرفر طالع معنا. كيف حالك يا فرفر؟ كوكوكو. ما شاء الله ما شاء الله. طيب انا بسألك سؤال يا ملك، انت ما شاء الله كيف سويتي شعرك كذا؟ سويته. يعني كيف سويتي؟ انا ابغى شعري يصير زي شعري. استشورته بس. بس انا ينفع؟ لا. لا عشان صغير. طيب ايش رايك اليوم في الفعاليات؟ حلوه. انبسط؟ ايوه. ايش رايك في المسرح اليوم؟ جميله. يعني انبسطت مع قناه المجد؟ ايوه. وانت يا نور ايش رايك؟ حلو. ايش اكثر شيء عجبك؟ هذيك. ايش هذه؟ اللعبة؟ ايه ما شاء الله. طيب المسرح عجبك اليوم؟ شاركت اليوم في المسرح؟ ايه. اه فزتي؟ ايه ايه والله ما شاء الله فزتي. يا فرفر في شيء؟ فرفر يسلم عليكم. طيب ايش حابة تقولي للفعالية وكذا يا ملك؟ ايش حابة تقولي للفعالية؟ حابة تقولي لهم شكرا، يعطيكم العافية، انبسطتي اليوم؟ شكرا على مجد على هذه الهدية. ما شاء الله. وانت ايش حاب تقول؟ حاب اقول اني اتابعكم. الله يسعدك. ايش تتفرج؟ طيب اتفرج على اي حلقه، اي شيء. ايش البرنامج اللي انت ايش البرنامج اللي انت تحبه؟ اي برنامج. طيب وانت يا نور ايش اكثر برنامج تحبيه؟ اي واحد ادري هذاك اللي اليوم يوم. وانت؟ طيب وانت يا ملك؟ عالم مجد. ايش اكثر برنامج تحبيه؟ اكثر شيء عالم. عالم مجد. طب بنات تحبي؟ ما اعرف الاسامي. مزرعة جدو. طيب ايوه اعرف مزرعة جدو. مين الشخصية اللي تحبيها؟ سبانخ ولا مين؟ ايوه سبانخ. سبانخ. طيب الله يعطيكم اباكم، تقولوا شكرا. شكرا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سواه شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا. مستكملين معكم جمهورنا الكريم في هذه التغطية الجميلة من إسكلاين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ ايش اسمك؟ سديم. سديم. وانت ايش اسمك؟ جمان. جمان ما شاء الله تبارك الله. انتم اخوات؟ هذه اختك؟ ايوه. طيب ما شاء الله. ايش تتابعوا في قناة المجد؟ تفرجي تغاريد؟ تفرجي تغاريد ولا روضة ولا بسمة؟ وانت يا سديم؟ ماسة. ما شاء الله تفرجي ماسة والأطفال. طيب إيش أكثر شيء يعجبك في ماسة؟ القلعة. القلعة ما شاء الله. طيب وفي الأطفال؟ تفرجي على مزرعة جدو؟
تتفرج على تغاريد؟ تعجبك كلبات تغاريد؟ مرة ولا شوية؟ مرة. تعجبك مرة كلبات تغاريد؟ مرة. طب أنتم مبسوطين إنه قناة المسجد هنا الجنوب؟ مرة فرحاني؟ كم 10 من 10 ولا 100 من 100؟ 100 من 100. وأنتي؟ 100 من 100. 100 من 100. طيب الله يعطيك معي نباكم تقول للكاميرا شكرا. يلا سوي كي للكاميرا قولوا شكرا. الله يحفظهم يا رب. مستكملين معاكم تغطيتنا الجميلة مع الأبطال الشطار. سلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. إيش أخبارك؟ الحمد لله. طيب طيب إيه؟ أنت بخير الحمد لله. الحمد لله. إيش اسمك يا بطل؟ ريان. ريان. وأنت إيش اسمك؟ عزام. عزام ما شاء الله. عزام وريان ما شاء الله. تحبوا قناة المجد؟ ها؟ تحب قناة المجد؟ إيه. مرة ولا شوية؟ مرة. وأنت يا عزام؟ والله. مرة؟ طب إيش عجبتك اليوم المسابقات والألعاب؟ إيه. وأنت يا ريان؟ إيه. مرة عجبتك؟ إيه. طب إيش تتابع في قناة المجد؟ تتابع روضة وبسمة؟ إيه. ما شاء الله يعني تعجبك مرة؟ إيه. طيب قول للكاميرا شكراً. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ نزلي لا تستحي. طيب ايش اسمك؟ انس. انس ونعم. وانت ايش اسمك؟ تسنيم. تسنيم ما شاء الله. انس وتسنيم. ايش رايكم في الفعاليات اليوم اللي كانت موجوده؟ وايش رايكم في عالم مجد؟ مليار يا رجال. يعني مره انبسطت؟ مره. وانت يا تسنيم انبسطتي اليوم؟ مرة فرحتي ولا شوية ولا نص نص؟ ايش يعني كذا؟ يعني مرة كثير؟ طيب انت تتابع قناة تغاريد؟ بسمة. بسمة. وانت يا انس؟ مجد الاطفال. مجد الاطفال. طيب ايش اكثر برنامج يعجبك في مجد الاطفال؟ اهلا اهلا. اهلا اهلا. انت عارف انه اهلا اهلا يمكن يرجع الدورة الجديدة الجاية؟ والله ما ادري. يمكن يمكن هذا تسريب بسيط لكن يمكن يعني. حتكون مبسوط لو رجع؟ ان شاء الله. يعني حتتابع؟ يمكن. طيب ايش حاب تقول لقناة المجد؟ شكرا وشكرا لكم قلبي يا اخي. وانت ايش حابة تقول يا تسنيم لقناة المجد؟ قولي لها شكرا. لا اتفرج لها. تفرجي لها ما شاء الله. يلا تشوفي الكاميرا انت وانس وقولوا شكرا. مستكملين تغطيتنا معاكم الجميلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. ايش اسمك؟ معتز عبد الرحمن العبدلي. ونعم والله يا معتز. هلا بالبطل. ايش اسمك؟ راجح. راجح؟ ايه. ما شاء الله عليك. ونعم والله يا راجح. وانا عبد الرحمن العبدلي. ونعم والله ونعم. كيف حالك يا بطل؟ كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ محمد عبد الرحمن العبدلي. والله ونعم يا محمد. محمد وراجح ومعتز ما شاء الله تبارك الله. ايش رايكم في فعاليات عالم مجد هنا في سكيلاين؟ احلى الفعاليات اللي شفتها بالحياه كلها مو بس في الحياة بالكون. يعني مرة انبسطت؟ أكيد. وأنت يا راجح إيش رأيك؟ والله أعجبتني مرة. مرة مرة كثير؟ إي والله. وأنت كمان؟ والله شيء مرة كبير وقد الكون كامل. يعني تبغون نجي بعد كذا ثاني مرة للجنوب؟ أكيد. يعني حتنبسطوا إذا جينا؟ إيه. إن شاء الله. حتنبسط مرة ولا شوية؟ أكيد مرة. إيش اسمه؟ معاذ. معاذ حي الله معاذ. الله يعافيك. ما شاء الله عليك. ايش رايك في الفعاليه اليوم؟ والله جميل. ايش رايك فرفر؟ كفو. كفو كفو. يعني مضبط الفعاليه. مضبط الفعاليه. مضبط الامور. مضبط ما شاء الله تبارك. طب انت اول مره تجي هنا ولا قد جيت قبل كذا؟ قد جيت مره بس. طيب ايش رايك اليوم في عالم مجد؟ والله كفو. انت تتابع البرامج في القناه؟ أتابع أي شيء كل شيء. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. طيب إيش حاب تقول اليوم أو إيش أكثر شيء عجبك اليوم في سكيلان؟ الساحة أكثر شيء عجب. المسرح يعني. إيه. ما شاء الله. إلى هنا جمهورنا الكريم وصلنا وياكم إلى ختام هذه الفعالية وهذه التغطية من سكيلاين لبرنامج هنا مجد. مجدي عبد الغني نشوفكم على خير.